الليميتيشنز بتاعتنا مهمة جدا. عمر ما الهارت ريت هيزيد عن 180 بيت بير مينت، لان ده هيأثر على التايم اوف فيلينج اوف ذا هارت، يبقى لازم كلمة على الهارت ريت ليميتيشن. الكلمة التانية اللي تهمني الستروك فوليوم، انا قلت انه مش حيز ان هو اساسا 140 مل، طب ليه ما يزيدش يا دكتور اكتر من كده؟ الاجابة بمنتهى البساطة هتتقال ستروك فوليوم يساوي ايه ناقص ايه، اند دايستوليك ماينس اند سيستوليك فوليوم. علشان كده بنقول الاند دايستوليك احنا عارفين ان انا اقدر ازوده، هو النورمال 130 ملي، لكن during exercise يبقى 240 ملي. علشان كده بنقول ليه ما زودوش اكتر، كل ما تملى الهارت اكتر limited by عايز كلمة starling low، فاكرين لما تزود the length of the muscle يزيد the force of contraction within limits. كل شيء ربنا عمله بمقدار معين وبنظام، ما ينفعش ان احنا نزود لما لا نهايه، ما ينفعش. هارت ريت لي ليميت، اند دايستوليك فوليوم لي ليميت، ولازم الاجابه تقول. لكن في نقطه مهمه قوي، لكن لو انت اقل من ال 12 12 لتر بلاد بير مينت لسه انت ما عندكش ليميت. يعني ايه؟ ودي جمله الكتاب قالها بس بغلاسه قوي، لو انا بضخ 5 لتر انا لسه قدامي مده لغايه ما اوصل لل 12، يبقى لسه يو ار نوت ليميتد، يعني انت مش محدود بحجم معين من الدم هتضخه، لا ده انت ايه؟ ضخ لغايه ما قرب ال 12 نقول لك اه قربت من الليميت، قربت من خط النهايه. الكلام ده مهم جدا. هتقولوا لي يا دكتور كلامك جميل، بس في نقطه انت لازم تركز عليها. الستروك فوليوم هو اند دايستوليك ماينس اند سيستوليك فوليوم. اجابه سليمه طبعا، ولكن الاند سيستوليك فوليوم بتاعي هو الطبيعي كام؟ هتقولوا الطبيعي 60 ملي، ده ديورنج ريست. كل ما هعمل اكسرسايز اكتر كل ما الهارت هيضخ دم اكتر، وكل ما يضخ اكتر يبقى محتاج ادرينالين ونور ادرينالين اكتر. يبقى معنى كلامك يبقى ممكن الفيسيكلز تستهلك بدرجة اكبر، يبقى اذا الموضوع ليميتد بعدد الفيسيكلز. ما ينفعش افضل ازود الكونتراكشن واقلل الدم اللي جوه الفنتريكل، لانك انت محدود في النهاية بعدد الفيسيكلز اوف ادرينالين ونور ادرينالين. شوف دي نقطة مهمة جدا، حتة الليميتيشنز دي. شفت ازاي دايما السؤال اجابته انا عايزة فيها دايما النظام، ان انا بدأت اول حاجة بديفينيشن وميكانيزم، قلت شورت ليفد وحطيت تحتها عنوانين بيرميسيف واباف ذا بيرميسيف، والبيرميسيف كلمتين هارت ريت ريزيرف وستروك فوليوم، وبيوند البيرميسيف كلمتين برضو، وبعد كده قلت ليميتيشنز، كلمة على الاند دايستوليك، كلمة على الاند سيستوليك، كلمة على الهارت ريت، كلمة على لو انا اقل من البيرميسيف، ناقص عنوان اخير وحصتنا النهاردة هتخلص، هو اللونج ليفد ميكانيزم. امتى نشتغل بقى مدة اطول؟ شيء طبيعي الهارت يشتغل لو في هايبرتروفي للول. كلمة هايبرتروفي يعني ايه؟ تضخم الول، الول تخن لان في بريشر عالي عليه. طب هو الطبيعي ان الول يتخن؟ لا، ان احنا بنعمل بامبنج اول باول للبلد اللي جانا، معنى كده ان الول تخن ان انت يا فنتريك المتهم قعدت تتملي ببلد اكتر ومش عارف تتصرف، فالدم اللي جواك زود البريشر على الول فزود السكنس، والسكنس لما بيزيد على فكرة ده عيب ومش ميزة. الناس اللي سمعاني لازم هيسألوني سؤال، دكتور ايه علاقة
ان الول تخن بموضوعنا، موضوعنا اسمه ريزيرف. كل ما الول يتخن، كل ما الكابيلاريز اللي تعمل سبلاي للول هتبقى مش كفاية. يعني ايه؟ تخيل ان انت بتاخد في اليوم مصروف 100 جنيه مثلا، ومصاريفك بعد كده زادت، ال100 جنيه دول ما بقوش مكفيينك بالرغم ان كانوا مكفيينك زمان. ده اللي انا عايز اقوله. الول اوف ذا هارت تخن، كان في الاول مكفيه كابيلاري معينه باكستشينج معين، لما تخن قوي احتياجاته للاكسجين زادت قوي، لان الهارت از ايروبيك اورجان. وعلشان كده قالوا ان thickness of the wall cannot meet the tissue needs of blood supply. يعني لما تخن ما بقاش وصل له كمية الدم الكفاية ليه، كأنه suffering from ischemia، نقص البلد. ففي دي الفكرة اللي عايز اقولها، ان انت كل ما الول يتخن في capillaries اكتر هتتفتح وهتدي لك supply، ولكن كل شيء في الدنيا وليه حدود، ليه سقف بنتحرك بيه. ما ينفعش الامور ماشيه في جسمنا unlimited. الكلام ده ربنا ما عملوش، لازم الناس تبقى مستوعباه. القصه هنا مهم قوي. عشان كده اسئله النظر اللي بتيجي، ودي اسئله الامتحانات اللي بنراجعها في حصتنا النهارده، هي سؤال الكاردياك ريزيرف ديفينيشن وميكانيزم، وكاردياك اوتبوت فاكتورز افكتنج عامله زي الكونتراكتيليتي فما قلناهاش، والريجوليشن جدول مقارنه هيتيرو وهوميومتريك ريجوليشن، وفاكتورز افكتنج اند دايستوليك. وزي ما قلنا اول ما تحط فاكتورز افكتنج تحتها عنوانين، ايه اللي يزودها وايه اللي يقللها. المره الجايه باذن الله عايزين نتكلم على الاي سي جي، وبالاخص سؤال الأريزميا سؤال نظري، وهنتكلم على تفاصيل كتيرة في الاي سي جي النورمال والابنورمال والقصة ماشية ازاي.